واقع إنساني صعب يعيشه حوالي 5 ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، أكثر من ثلثيهم من المهجرين بفعل آلة القتل للنظام المجرم والاحتلال الروسي. فهناك أكثر من 1,700,000 نسمة موزعون على 1,200 مخيم، ثلثهم غير مستفيد من برنامج الغذاء العالمي. فقد ساء الناس وآلمهم ما حصل منذ أيام حين استخدم الاحتلال الروسي حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع يهدف لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال المحرر عبر معبر باب الهوى الحدودي، ليخرج بعدها النظام المجرم القاتل والذي كان سبباً في مأساة ومعاناة الشعب السوري من خلال حملات التهجير الممنهجة والقتل والاعتقال، وبدعم مباشر من الاحتلال الروسي ليعلن عن تفويض الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى بموافقة مشروطة منه. لذلك فإننا في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية نؤكد أن ما تم طرحه من النظام المجرم يقطع الشريان الإنساني الوحيد ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمنطقة واستدامتها، كما نؤكد على ضرورة فصل المساعدات الإنسانية عن التجاذبات والابتزازات السياسية، ونهيب بالمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لإيصال المساعدات الإنسانية المستحقيها في شمال غرب سوريا بعيداً عن مجلس الأمن وطروحات النظام المجرم. سيادة الوزير، أنتم حالياً عم ترفضوا طرح النظام، بالنسبة لكم كيف قبلتوا في السابق دخول المساعدات من راعي من باب السلامي بالإضافة لمعبر سرائي؟ بالنسبة لدخول المساعدات عبر خطوط التماس، هي كانت عبارة عن مفاوضات يعني طويلة مع الأمم المتحدة حتى نضمن لحد ما دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، عدا عن أن الشعب السوري يعلم تماما أن هذا النظام المجرم الذي قتله وهجره بآلة القتل والتشريد والقصف والبراميل والكيماوي لا يمكن أن يفكر بتقديم مساعدات إنسانية. كيف يمكن قبول الجلاد القاتل المجرم أن يقدم مساعدات إنسانية لناس ويسهل دخولها؟ كيف ستؤمنون حاجات الناس بما تطلبون طرح النظام في حال استمر مسألة معارضة كل المساعدات الأممية عن طريق معبر باب الهوى؟ هذا الكلام حقيقة المجتمع الدولي هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية. المجتمع الدولي لديه بدائل ولديه خيارات، فلا يضع الشعب السوري في هذا في 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 هذا في هذا الإطار، إنه إما أن تدخل المساعدات الإنسانية عبر الموافقات المشروطة للنظام المجرم، وإما أن تموت من الجوع. المجتمع الدولي يجب أن يكون لديه بدائل يؤمن من خلالها وصول مساعدات إنسانية لمستحقيها بطريقة كريمة، ليس بطريقة استفزازية القاتل والذي يقدم المساعدات. هل يوجد خطة من حكومة الإنقاذ لتعويض دخول المساعدات أو خطط للتنمية بموضوع المخيمات، لو يعني توفير بعض المساعدات أو توفير بعض المشاريع ولو كان بالحد الأدنى؟ الإمكانيات الموجودة داخل المناطق المحررة إمكانيات ضعيفة جدا، ممكن أن تقوم بعض المشاريع الموجودة في المنطقة من خلال الحكومة، ولكن هذا لا تغطي إلا الجزء اليسير من احتياج الناس.